يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول ما معنى أن شرك الربوبية ينشأ عنه شرك الألوهية؟ نعم، إذا اعتقد أن المخلوق يتصرف في الكون فإنه يعبده ويدعوه، نشأ عنه توحيد الشرك في الألوهية. إذا دعاه وعبده وذبح له هذا شرك في الألوهية. إذا اعتقد أنه يؤثر في الكون هذا شرك في الربوبية. نعم.